حط رجلك كده وحط الثانية كده ولف الكفرة كده وبر سفرة بسفرة بس يا خوي وخر لا أطبع خشتك الحين بالسفلت ما هي عمرك يا عري يا معفن وخر من الطريق وخر ما عليك أشوف من خر مبرة مزيونه وعيوني فيك مفتونه مزيونه وقلبي منك يا عونه مزيونه عم ابو حريص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير الحمد لله على سلامتي وينك يا خبيص غاطس لك يومين طلعت البر انا والحديده وفريت فيها فر مجنون انت السوق فالخط والقزاز معدوم كذا ما عليك يا ابو حريص خبيص الحريفي يقدر يشوفها من خير مبره وبعدين ايش يبيلها يعني الحلو موجود والمساحات لك عليها شويه مويه وجرايد وتوفي بالغرض الظهر ما غيرت المساحات من يوم شريت السياره وكيف تمسح القزاز بالجرايد ومداعس في الخطيه بالحلول كيف تسوق من غير ما تشوف يا حريف مع خبيص الحريف ما في مشاكل خلي واحد من العيال يدرك الطائره وانا دعك القزاز حتى لو كنا ماشيين 200 الحقيني يا مزيونة المساحات القديمة عمتني وخدشت قزازي يحليله أبو حريص عمره ما قصر معي في الصيانة دايما يشيكون على المساحات تعال هنا وريك أهمية المساحات ولو كنت أكبر حري مستحيل تسوق من غير ما تشوف اللي قدامك عشان كذا المساحات السليمة تحميك والمساحات القديمة تعميك جلود المساحات يولدي التأثر بالاستخدام والمناخ يعني حتى لو ما استعملتها لازم تشيك عليها وتغيرها لو احتاجت تغيير لأنك لو اهملتها تجرح القزاز وتدخل في تكاليف انت في غنى عنها يا سلام نسيت انه في قزاز من كثر ما هو نظيف بالله مو فرق لما تسوق كل شيء واضح قدامك يعني نحاس انه في باقي شوية خبر شوية كذا في القزاز تعرفني أنا ما أحب أسوق إلا والقزاز يلق بصراحة يعني نفسية لا يلق يلق بسيطة ركب نظارتك مساحات تقول كذا يا عم بحريص اي تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها عاد ترى لا تفوتكم الحلقة الماضية عاد سبسكرايب هنية واللايكات هنية وأبغى شير يكون